بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض دروس سي بلس بلس. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده وهي البوينترز. يعني ايه بوينتر؟ بوينتر كلغه معناها مؤشر. طب ازاي استخدم المؤشر دوت وايه استخدامه جوه لغه السي بلس بلس؟ هنبدا نتكلم كده بشكل عملي علشان نوضح الموضوع. لو قلنا عندنا انت مثلا ايه بتساوي مثلا 10، وجينا عايزين نعرف بوينتر احنا ايه بتساوي 10 دي دلوقتي بالنسبه لنا ايه فاريبل عادي. لما اجي اعرف البوينتر مثلا بديله برده نفس النوع بتاع الحاجه اللي انا عايزه يشاور عليها وبقول له استريك بي. ما دام عملت علامه الاستريك دي بقى البي ده مش فاريبل عادي، بقى بوينتر. طب البوينتر دوت دلوقتي بيشاور على ايه؟ لحد دلوقتي هو فاضي. طيب ينفع اقول له بي بتساوي ايه كده؟ دلوقتي دي بالنسبة له مشكلة. ليه؟ لان هو ما بيشاورش على variable، هو بيشاور على مكان، بيشاور على مكان جوه الميموري. مجرد ما المكان ده الداتا اللي جواه تتغير ال variable بي دوت هيتغير. طب ازاي اخليه بيشاور على مكان؟ فاكرين ال passing by reference لما كنا بنحط and قبل الحاجة؟ انا كل اللي هعمله ان انا هاجي عند الاي دي وقبلها هروح حاطه اند. دلوقتي الايرور اللي كان موجود اهو اتشال. هاجي دلوقتي هقول له كده سي اوت للاي، وهقول له طبعا هو طلع لي ايرورز عشان كاتبه سي اوت غلط، وعايزاه كمان يعمل لي سي اوت للادرس بتاع الاي. وهخليه يعمل لي سي اوت للبي، وسي اوت للاستريك بي، وعايزاه يعمل لي كمان سي اوت للعنوان بتاع البي. البي محطوطه فين؟ وهنبدأ نعمل رن. الـ A فيها كم؟ 10، تمام؟ ادي الـ10 طلعت لنا فعلا في أول واحدة. تاني حاجة الأدرس بتاع الـ A طلع لي 0018 مش عارف كام، أي أرقام أهي، ده الميموري لوكيشن بتاعه. الـ P نفسها طلع لي الميموري لوكيشن نفسه، لأن هي بتشاور على مين؟ الـ B، على الأدرس ده. طب أستريك P طلع لي إيه؟ القيمة اللي موجودة جوه الـ A. معنى كده ان القيمة اللي جوه الـ A لو حبيت اغيرها هتتغير في الاستريك بي. طب الريفرنس بتاع الـ B اللي هي الـ end B طلعت ايه؟ طلعت memory location مختلف عن الميموري location بتاع الـ A، لان هو ده برضو مكان محجوز جوه الميموري وبيشيل داتا. طيب انا هستفاد منه قوي هنا؟ لا، يمكن ما بستفادش منه في الـ variables قوي، بس ممكن استفاد منه في الـ array، لان الاري اصلا عباره عن شويه بوينترز بتشاور لبعضها على بعضها. هو مش الاري خانات؟ هو بيعرف منين ان هم مربوطين ببعض؟ ما بيعرفش ان هم مربوطين ببعض غير لما اقول له ان الاولاني بيشاور على التاني، التاني بيشاور على التالت، التالت بيشاور على الرابع. بيبقى جوه الهيكل بتاع الاري نفسها او جوه برمجه الاري نفسه في بوينترز متضافه جواه. طيب نجرب كده نشوف البوينتر على الاري هيعمل لنا ايه. اديني هشيل الكلام ده كله وهاجي اقول له انت ايه اوف مثلا 5، وهديها قيم عشرة كما 11 12 13 14 كده 5 خانات اهو، تمام. هقول له ان عندي يا سيدي سي اوت طلع لي الايه بدون استريك بقى بالنسبه للاري بدون استريك. انا هقول له سي اوت للايه. لو عملنا ران دلوقتي ايه ديت مش هي اري، ازاي تحطوها من غير حاجه؟ ايه ما هي اري وبحطها من غير حاجه، احطها من غير حاجه هتطلع لي ايه؟ طلعت لي الميموري لوكيشن بتاعي بتاع مين؟
طب ما هو الاري 5 خانات، طلع لي بتاع انهي خانة فيهم؟ طلع لي بتاع بداية الاري. طب هنجرب حاجة تانية، هنقول له سي اوت a plus 1 end line، وهنعمل تشغيل على كده. 8 9 10 9 A B C. هو الترتيب بتاع العمليات بتاعت الميموري بيبقى بالهيكسا ديسمال. يعني ايه هيكسا ديسمال؟ الهيكسا ديسمال ده اللي هو النظام السداسي 10، بيبقى نظام الترقيم فيه كده من 0 لـ 9، بعد 9 A B C D E F. فاحنا لو جينا بصينا على الاتنين لوكيشن اللي موجودين عندي هنا، ده اخره كام؟ 8، وده اخره كام؟ C. فرقت في كام خانة؟ 8 بعدها 9 A B C، يعني 4 خانات. اللي هم ايه الاربع خانات دول؟ مساحة الانت اللي هم الاربعة بايت. تمام؟ يبقى هو عمل لي ايه في الـ A plus 1؟ طلع لي مكان تاني عنصر. طب لو قلت له كده سي اوت A زائد 2، دلوقتي طبعا بقينا مطلعين مكان تالت عنصر. السي بعديها دي اي اف 0، الزيرو عملت ايه؟ زودت لي الرقم اللي قبلها، يعني بقيت كانها 10، زودت لي الرقم اللي قبلها بواحد. تمام؟ لو قلنا له سي اوت اي بلس 3، سي اوت اي بلس 4، سي اوت اخره 4، خلاص. الفكره كلها هنا ان في الاري ما بقتش محتاج الاسترك، ما بقتش محتاج الاستر. تمام؟ يبقى البوينتر ما هو الا مؤشر بيشاور لي على عنوان حاجة معينة. طب هستفاد ايه ان انا اشاور بالعنوان؟ هستفاد ان انا بدور على الحاجة او بتتحدث اوتوماتيك من عنوانها، زي بالظبط فكرة الباسنج باي ريفرنس. مش محتاج ان انا كل شوية اروح اغير الايه الفاريابلز بتاعتي، لا انا بغير عن طريق العنوان على طول وبيسمع في بقية البرنامج. أتمنى أكون أفدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.